صباح نادر، سعيدة جدا بسماع صوتك. سارة البعداني، اسعدتم بالخير مساء. أسعد الله بالخير أوقاتك وأسعد الله بالخير صباحك. أوقاتكم وأوقات اليمن بأكملها. أستاذ الفاضل، كيف بإمكانكم أن تصفوا فرحة الشعب اليمني بأكمله، جيشا وشعبا ومواطنين وعمال بأكملهم، كل الفئات اليوم فرحت، كل الفئات اليوم خرجت إلى الشوارع وابتهجت، يعني لن نستطيع أن نصف فرحتنا كما هذه الأرض التي لن تستطيع أيضا أن تسع فرحتنا. نعم، عبر الجميع عن فرحتهم. نعم، كلا بما استطاع وكلا بما أراد. نعم، وعبركم وعبر هذه القناة المفضلة لدي ولدى كافة غالبية الشعب اليمني لهذه القناة المفضلة، عبركم نهني أبناء جلدتنا، آباء وأمهات وأخوان وأخوات وأبناء، بصحة فخامة الرئيس القائد حفظه الله ورعاه، بما عبر خطابه الجسور، كما عرفناه جسور صنطيط، وباسمي وباسم إخواني الأعزاء زملاء في وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية المختلفة وكذا وزارة الدفاع، نؤكد لكم وعبركم لكل المشاهدين، لكل أب، إخواننا في الشعب اليمني والقائدنا المغوار البطل العظيم الجسور الأسد الجريح الذي تفضل بإلقاء خطابه لنا، خطاب لإخوانه ولأبنائه أفراد الشعب اليمني. نعم، إخواني في القناة، نؤكد لكم بأننا سنهب دماءنا وأرواحنا وأجسادنا رخيصة وفاء لكم ولقائدنا، حفاظا على وطننا وعلى الشرعية وحماية الدستور وحماية لأصواتكم ولغلبتكم في الانتخابات 2006 انطلاقا من إيماننا وما تعلمناه في معاهدنا وكلياتنا بأننا سوف نحافظ على أمن واستقرار بلادنا حتى يتم القبض على أولئك المجرمين الإرهابيين أيا كانوا، ممن اقترفوا الجرائم الآثمة سواء في التقطع أو النهب أو الضرب على أبناء الوطن في حارات الحصبة وغيرها، وكذا الجريمة الشنعاء الذي لن ننساها ولن ينساها أبناءنا وأحفادنا، جريمة النهدين لزعيمنا وقائدنا. نؤكد لكم عبر هذه القناة أننا سوف نستمر في الصمود والتصدي والتحدي حتى آخر كل ما نملك. هذا ما عهدناه منكم، هذا ما عهدناه منكم ونعهده من أبناء القوات المسلحة والأمن. يا أخ نادر، نعم، تحياتي لكل الإعلاميين والصحفيين المهنيين الشرفاء، سلمت يا سلام، الصامتين من أمثالكم والمحافظين على اليمن أولا، غير المأجورين المرتزقة الذي تدربون على إشعال هذه الفتنة، ونعرفهم بالاسم وسوف ينالوا عقابهم مثل ما سوف يتم نيل عقاب من أطلق النار، نفس الأشخاص سواء صحفيين أو إعلاميين سوف ينالون عقابهم الذين تدربون في الخارج. ونحيي من خلالكم القطاع النسائي الشجاع الذي أثبت أن المرأة اليمنية أشجع وأبطل من أي شريحة في مجتمعنا هذا. تحياتي لكم. شكرا جزيلا. لا نملك يا سيد الفاضل إلا أن ننحني إجلالا وتقديرا وتعظيما لكم أيها الرجال.